يا ترى اشتري عربيتي منين؟ من السوق الامريكي ولا من السوق الاوروبي؟ وبعد ما احدد اختياري هل معنى كده ان السوق التاني هيكون غير مناسب لمصر؟ استنونا لاخر الحلقه عشان تعرفوا اجابه السؤال ده. اهلا بيكم، معاكم ايمن محمد من الإلكتريفايد، والنهارده هنتكلم عن البلاجز والسوكتس والكونكتورز، وخلونا نعرف ايه هي كل حاجه منهم. البلاجز والسوكتس بمنتهى الاختصار، البلاج هو الفيشه والسوكت هو مصدر الكهرباء، او بالمعنى الدارج اللي بنقوله في مصر هو بريزه الكهرباء اللي موجوده في الحيطه. اما الكونكتور فده عباره عن الجن او المسدس اللي بيتم توصيله بالسياره الكهربائيه. البلاجز والسوكتس، البلاجز والسوكتس في منها انواع واشكال كتيره جدا، ولكن خلونا نتكلم على اكثر واشهر الانواع اللي موجوده في الاسواق الاوروبيه، وعلى راسها الصين ويجي بعديها اوروبا وامريكا. لو جينا بصينا على الصين فعندي ثلاث انواع وهما الـ A والـ C والـ I، ودوت الجهد اللي موجود في الصين من 220 ل 240 والتردد هو 50 هرتز. اما في النظام الاوروبي فعندي ثلاث انواع واشهرهم هو الـ C والـ F، ويجي نوع الثالث اللي هو الـ E اللي موجود في بعض الدول في الاتحاد الاوروبي. وبالنسبة للجهد هو برضو من 220 ل 240 والتردد 50 هرتز. اما في النظام الامريكي فعندي نوعين وهما الـ A والـ B، والجهد بتاع النظام الامريكي هو من 110 ل 120 فولت والتردد 60 هرتز. ولو جينا بصينا بقى على مصر واللي انا محتاجه في مصر، فعندي الاشكال والانواع بتاعت البلاجز هي C وF، والجهد هو من 220 ل 240 والتردد 50 هرتز. فلو جينا بصينا بقى مقارنه بالاسواق العالميه ايه اللي يتوافق معايا، فهنلاقي ان C بيتوافق معايا في النظام الصيني والنظام الاوروبي، والاف بيتوافق معايا برضو في النظام الاوروبي. اذا باخد من النظام الصيني السي وباخد من النظام الاوروبي السي والاف. اما في النظام الامريكي ما بيتوافقش معايا اطلاقا، لان هو اي وبي، ومش بس ما بيتوافقش معايا في الانواع والاشكال، ده كمان ما بيتوافقش معايا في الجهد بتاعها، لان الجهد في مصر 220 ل 240، اما الجهد في امريكا اللي هو من 110 ل 120 اللي هو ليفل 1 تشارجنج. عشان كنا اتكلمنا عن الموضوع دوت في الحلقات اللي فاتت، وهنسيب لكم اللينك بتاعها برضو موجود في الانفورميشن وفي الديسكريبشن لو حابين تتفرجوا عليها وتشوفوا تفاصيل اكتر. زي ما في اختلاف ما بين انواع البلاجز والسوكتس من كل دوله لدوله، كذلك في اختلاف في اشكال وانواع الكونكتورز من دوله لدوله. وعشان كده هنلاقي ان الشركات المصنعه للسيارات الكهربائيه راعت دوت في تصميمها للكونكتورز لكل دوله. فهنلاقي ان عندي في امريكا عندي تصميم الكونكتور كان تايب 1 زي اللي معانا ده. واللي لو جينا بصينا على الكونكتور التايب 1 هنلاقيه بيتكون من 3 بنز رئيسيه خاصه بالكهرباء اللي هي L1 والنيوترال والجراوند، و2 بنز خاصين بالكنترول والسيجنالينج. ودوت لو فاكرين وربطنا بالحلقات اللي فاتت كنا قلنا ان السنجل فيز بيتكون من 3 اطراف رئيسيه اللي هي ال والان والجراوند، اللي هي زي اللي موجوده عندي في الكونكتور تايب 1. اذا فانا اقدر استغل الكونكتور التايب 1 يا اما ان انا اشحن بليفل 1 تشارجنج اللي هو 110 فولت، او ليفل 2 السنجل فيز اللي هو من 220 ل 240. وده زي اللي كنا شفناه في الريفيو الخاص بالفيات 500 اي، كانت بتدعم الكونكتور تايب 1 فقط لا غير، يعني كانت تقدر تشحن العربيه من خلال الاي سي بس، سواء كان 110 او 220 فولت من خلال الكونكتور تايب 1 بس، وما كانتش بتدعم الشاحن السريع. وده هيخلينا نتطرق لنوع تاني من الكونكتورز اسمه السي سي اس تايب 1. تايب 1 عشان في التايب 1 اللي بيشحن عن طريق الاي سي، سواء كان في الليفل 1 110 فولت اي سي، او في الليفل 2 من 220 ل 240 سنجل فيس بس. وكلمه سي سي اس عشان بيجمع ما بين الاي سي والدي سي مع بعض، وبيزيد عليه بس التو بنز الخاصين بالشاحن الدي سي تحت، وعشان كده اسمه سي سي اس كومبايند تشارجنج سيستم، هو ده السي سي اس تايب 1 كونكتور. اما النوع الثالث اللي عندي من الكونكتورز فهو التايب 2، وتايب 2 دوت عباره عن كونكتور بخمسه بنز. خمسه بنز لو انتوا فاكرين كنا اتكلمنا على الثلاثه فاز، ان هو بيتكون برضو من خمس اطراف اللي هي لاين 1 لاين 2 لاين 3 والنيوترال والجراوند. وعشان كده في التايب 2 عندي الخمسه بنز اللي بيمثلوا نفس التيرمينالز اللي موجوده في ال 3 فيز. فمعنى كده ان انا من خلال التايب 2 اقدر اشحن يا اما بالسنجل فيز، لان عندي البنز اللي تتيح لي ان استخدم السنجل فيز، ولكن عشان العربيات دي ما هتكون معموله لاوروبا ف 220 240 فولت، او اقدر اشحن كمان عن طريق 3 فيز اللي هو 380 ل 400 فولت من خلال التايب 2.
وبيكون شكله زي ما هو واضح في الصور كده. اما النوع الرابع اللي عندي من الكونكتورز وهو CCS Type 2، بمعنى اصح ان العربية او الكونكتور اللي عندي يقدر يشحن العربية كمان من خلال الدي سي تشارجنج، وبيزيد عليه برضو الجزء الخاص بالدي سي اللي هو التيرمينالز الخاصة بالبوزيتيف والنيجاتيف بتاع الدي سي تشارجنج. عندي بقى انواع تانية من الكونكتورز خاصة جدا زي اللي موجود في تسلا السوبر تشارجر، تسلا سوبر تشارجر او تسلا فاست تشارجر، وده بيكون نوع خاص بشواحن سيارات تسلا فقط، ونوع من الكونكتور شكله مختلف تماما عن كل اللي احنا ذكرناه، وده برضو زي ما هو واضح في الصور امامكم وخاص بسيارات تسلا اللي موجودة في امريكا. اما سيارات تسلا اللي موجودة في اوروبا فدلوقتي اصبح بيصنع لها CCS Type 2 زي ما احنا اتكلمنا، ان انا اقدر اشحن العربية من خلال الكونكتورز التقليدية اللي مصنعة لأوروبا لسهولة الشحن وللماركتس بتاعت أوروبا. عندي بقى نوع كمان اخير من الكونكتورز وهو اسمه الشديمو، وشديمو دوت هو الفاست تشارجنج بتاع العربيات بتاعت اسيا زي اللي موجودة في العربيات زي كيا سول ونيسان ليف، ودوت عشان اقدر اشحن العربية من خلال الدي سي، وبيكون منفصل مش زي العربيات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي بتجمع بين الاي سي والدي سي مع بعض، لا ده بيكون الدي سي لوحده والاي سي لوحده. فخلونا نتكلم باختصار شديد ونلخص اللي احنا قلناه. اتكلمنا على ان عندي التايب 1 وده زي اللي شفناه في الريفيو الخاص بالفيات 500 اي، وعندي السي سي اس تايب 1 بتاعت العربيات اللي جايه من امريكا ولكن بتدعم الشاحن السريع، وده زي اللي شفناه في البي ام اي 3، وعندي النوع الثاني اللي هو الخاص بالتايب 2 وده موجود في العربيات الاوروبي ولكن اللي بتدعم الاي سي تشارجنج بس، وعندي نوع كمان اسمه السي سي اس تايب 2 وده خاص بالسيارات اللي مصنعه لاوروبا ولكن بتدعم كمان الدي سي تشارجنج، وعندي كونكتور خاص بتسلا امريكي فقط وده كونكتور مختلف تماما عن باقي الكونكتورز، وعندي دلوقتي تسلا بتصنع كونكتور سواء سي سي اس تايب 2 ودوت الخاص بالعربيات اللي بتصنع لاوروبا، اما عندي اخر نوع وهو الشديمو ودوت الفاست تشارجنج الخاص بالعربيات زي كيا سول والنيسان ليف. وبكده يبقى لخصنا كل الكونكتورز اللي عندي بانواعها وفهمنا هي بتشتغل ازاي وايه هي وظيفتها في كل سوق وليه كل سوق محتاج نوع من الكونكتور مختلف عن التاني. شكرا ليكم جدا على متابعتكم، ولو عجبتك الفيديوهات متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان تشوف باقي الحلقات اللي جايه، وعشان تشوف الحلقات اللي فاتت وكل الفيديوهات الخاصه بالسيارات الكهربائيه هنسيب لكم لينك الحلقات في الديسكربشن، ولو عندكم اي استفسارات خاصه بالسيارات الكهربائيه في اي حلقه من الحلقات اللي اتناقشنا فيها او الحلقه دي تحديدا سيبوا لنا تعليقاتكم في التعليقات وهنرد عليها ان شاء الله اقرب وقت. شكرا لكم.